بعد النجاح الذي حققته حمله اقرا الاولى والثانيه تطل هذه المره في نسختها الثالثه ومن اجل اطلاع الراي العام عن مخططاتها جاء هذا المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد من ممثلي المؤسسات الاعلاميه الاهليه منها والحكوميه حمله اقرا في حد ذاتها كانت فكره شاب طموح طرحها على احد مواقع التواصل الاجتماعي واصبحت واقعا ملموس في الثالث والعشرين من ابريل لعام 2015 وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب الذي اعتمدته منظمه اليونسكو في العام 1995. وسعينا من خلالها جاهدين لتحقيق اهداف الحمله وفلسفتها المتمثله في الترويج لثقافه القراءه. تعزيز قيمة الكتاب وثقافة اقتنائه، التعريف بأهمية القراءة وثقافة الاطلاع، إبراز أهمية الكتاب والدور الثقافية. ونظرا لأهمية الحملة وتطلعاتها المستقبلية، تداخل عدد من الصحفيين بوجهات نظر وأسئلة تجاوب معها المؤتمرون، ومما يلفت الانتباه هذا العام أنه سيكون هناك جناح خاص للصحف العربية والفرنسية. ليس هذا وحسب بل ستقام أنشطة مصغرة للحملة خارج العاصمة ابتداء من التاسع عشر من أبريل المقبل وهذه المدن هي سار أبشة آتيا مصر وماو وذلك من أجل تحقيق غاية قرئ اليوم قائد الغد